بن بطي الغفلي تهانينا والناموس ايضا لحمد بن بطي على هذا الفوز والانتصار. وشكرا يا ابو محسن على البركه. مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، ينطلق الشوط الثاني عشر والخاص بالجعدان، سياره نيسان بيك اب بانتظار الفايز بالمركز الاول، اسير مباشره الى الصداره والى مقدمه هذا الشوط، واللي في المركز الاول وصداره هذا الشوط ياتي هناك الباز سالم بن عبد الله بن جار الله المري، من يقدم الباز على الصداره على المركز الاول. صوغان في المركز الثاني لفهيد بن علي بن براك المري ياتي على ثاني المراكز، بينما نقلتنا مباشره الى المركز الثالث ليجد هنا مشوش لعلي بن سالم بن فهيد بن براك بن فهيد يتواجد في المركز الثالث. انتقل الى المركز الرابع ليجد الاسم القادم من الجانب الاخر الذي بدا يتدخل من عمق الميدان يبحث عن النيسان، هنا ياتي في هذه اللحظات يحمل الرقم ايضا هنا مشاهدينا الاعزاء 47 اللي هو هرمز بطحان بن مسعود بن سعيد الفهيده المري. والمركز الخامس وصل ظبيان سعيد بن راشد بن سعيد بن حمد بن نوره، هذه هي الخمس المراكز الاولى المتقدمه في هذا الشوط والمنطلقه والباحثه عن الفوز والانتصار، الباحثه عن ماده الزعفران، الباحثه عن تسجيل الاسم ايضا في هذا المهرجان. اعود الى الصدارة، اعود الى الباز، سالم بن عبد الله بن جار الله ال نابت المري على الصدارة على الاندفاع الاول على السرعة الفائقة في هذا الشوط ما شاء الله. المركز الثاني وصل في هذه اللحظات، انطلق فهيد بن علي بن براك الزبداني المري يقدم صوغان لياتي في مال ثاني المراكز، ولكن هناك المتدخل المتدخل هرمز، هرمز قادم من الزاوية الصعبة من الزاوية اليمنى، بطحان بن مسعود بن سعيد المري وصل في هذه اللحظات، ولكن هنا الدخول من عمق الميدان وصل في هذه اللحظات السعدي ماجد بن محمد بن صالح بن زايد الفلاحي، وصل ماجد بن محمد بن صالح بن زايد الفلاحي، بدا يغير الصداره، بدا يغير المركز الاول مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام من خلال هذه الانطلاقه، من خلال هذا التحدي، من خلال الفوز والانتصار. الله الله السعدي يبعدي هنا على الصداره، ماجد بن محمد بن صالح بن زايد الفلاحي ياتي على المقدمة، ياتي على المركز الاول، هرمز على المركز الثاني، بطحان بن مسعود بن سعيد الفهيدة المري الوصول في المركز الثالث، بدأ يتدخل ياخذ له موقع ايضا من مواقع الفوز والانتصار في المثلث الذهبي، بدأ يغير من الجانب الاخر اللي هو صوغان لفهيد بن علي بن براك المري، بدا ينطلق الى المركز الثاني في هذه اللحظات. الله الله شوفوا الاسماء، شوفوا الاسماء القادمه المنطلقه والباحثه عن الفوز والانتصار. الاسد 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 وصل، اول نداء للاسد يا بر بن حمد بن متعب المنخس المري، يعود الى المنافسه، يعود الى ايضا الفوز والانتصار، ولكن الكيلو متر الاخير، دخلنا هذا الكيلو، دخلنا هذا الكيلو السريع كيلو النيسان، وصلنا الى المقدمه، اعود الى الصداره، الى السعدي لماجد بن محمد بن صالح بن زايد الفلاحي، ما زال على صداره، ما زال على المركز الاول. الله الله شوفوا من القادم، شوفوا من القادم، شوفوا من المنطلق هنا، الواصل يحمل الرقم 20، وصل في هذه اللحظات الذيب لسعيد بن راشد بن عبد الله، وصل في هذه اللحظات العملاق العيناوي ينطلق مع مغري، ايضا ياتي مع مغري سيف بن مظفر بن محمد بن خموشه العامري. الاسماء القوية والعملاقة بدأت تسير في هذه اللحظات، وصل منبع حميد بن مطر بن عميرة الشامس. الله 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 مغري 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 على الصدارة على المركز الاول العملاق العناوي، ولكن منبع منبع السبك منبع الفوز منبع الانتصار. الله 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 اهالي زاخر واهالي المسعودي يتنافسان على لقب هذا الشوط. اذا المشاهدين الاعزاء السلالة الهملولية تثبت الجدارة مع منبع حميد بن مطر بن عمير.
الشامسي، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، وسلام يا زاخر سلام على هذا الفوز. لحظات الوصول منبع منبع حميد بن مطر بن عميره الشامسي، لحظات الوصول المركز الثاني. وصل ايضا هنا مشاهدي الاعزاء مغري للسيد حسين بن مظهر بن خموش العامري المركز الثالث، مسكت صالح بن سالم بن محمد بن سالم بن جويل المركز الرابع، وصل فيه السعدي لماجد بن محمد بن صالح بن زايد الفلاحي المركز الخامس، كان ايضا دخول من الديب سعيد بن راشد بن عبد الله. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. هكذا مشاهدينا الاعزاء متابعي قناه الريان ناتي بالتوقيت الزمني 5 دقائق 57 ثانيه 87 جزءا من الثانيه، منبع حميد بن مطر بن عمير الشامسي المركز الثاني 5 دقائق 59 ثانيه، هنا 51 جزءا من الثانيه. كان هنا ايضا شعار العملاق العيناوي، تهانينا لسيف بن مظفر بن محمد بن خموش العامري المركز الثاني 6 دقائق و70 جزءا من الثانية. من احتل مسكت لصالح بن سالم بن محمد بن سالم بن جهويل المري. تهانينا والناموس لكل الفائزين في هذا المسار.